إلى تمارين حول درس المعلم في المستوى وإحداثيتا متجهة لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 6 OEG معلم متعامل للمستوى وEG أساس. نعتبر المتجهات U و V و W أو U و V و A و B، بحيث المتجه U تساوي 2 في المتجه I ناقص 3 في المتجه G، والمتجه V تساوي ناقص 4 في المتجه I زائد 3 في المتجه G، والمتجه A تساوي مجموع المتجهتين U و V، والمتجه B تساوي 2 في المتجه U زائد المتجه V. أنشئ المتجهات U و V و A و B. حدد إحداثيتي المتجه W إذا علمت أن المتجه W ناقص المتجه I تساوي المتجه U ناقص 2 في المتجه V. يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لمناقشة مراحل التصحيح معا. يلا نبدأ الجواب ديالنا. بداية سنقوم بإنشاء الشكل. إذن بداية سننشئ المتجهة U التي تساوي 2 في المتجه I ناقص 3 في المتجه G، وخا نضع هنا أصل المعلم اللي هو النقطة O. ثم I ثم G. هنا أعتذر لأنه غالبا ما أرسم هنا في اللوحة الإلكترونية معلم ممنظم، وراه يمكن يكون المعلم غير ممنظم، يعني وحدة التدريج اللي عندنا في محور الأفاصيل ماشي ضروري تكون تساوي وحدة التدريج اللي عندنا في محور الأرتيب، اللهم إذا طلب منا ذلك في معطيات التمرين، لأنه حينما أطلب من اللوحة الإلكترونية رسم المحورين المتعامدين أو المعلم بطبيعة الحال هم يرسمون دائما معلم ممنظم متعامد، تقوم بهذه العملية لربح الوقت فقط. إذن غادي نشأو واحد النقطة هي اللي غتساعد في هذه العملية. ما هو إحداثيتيها؟ نعم، إحداثيتي هذه النقطة هما 2 وناقص 3، وهذا الأمر شفناه مشروح في دفتر الدروس. إذا غادي نشأو هذه النقطة هذه، يلا أين هي النقطة ذات إحداثيتي 2 وناقص 3؟ نعم، أفصل 2 والأرتوب ناقص 3، إذا النقطة توجد هنا. هذه النقطة اللي غادي نشأو أولا. إحداثيتي هذه النقطة كما ترى هما 2 وناقص 3، هما نفس إحداثيتي المتجهة U. ثم بعد ذلك نربط أصل المعلم بهذه النقطة على دنها، وهكذا حصلنا على المتجهة U. طبيعة الحال أنا ما غاش نشرح هذه التفاصيل لأنه هذه العملية أنجزت مسبقا في دفتر الدروس. نواصل. يلا الآن غادي نشأو المتجهة V التي تساوي ناقص 4 في المتجه I زائد 3 في المتجه G. إذن بداية سننشئ نقطة ذات إحداثيتين. لماذا؟ نعم، نقطة ذات إحداثيتين ناقص 4 3، يعني أفصولها غادي يكون هو ناقص 4 وأرتبها هو العدد 3. إذن أفصول ناقص 4 عندنا هنا والأرتب 3 عندنا هنا، إذن النقطة توجد هنا. طبقين سنحصل على هذه النقطة، ها هي ناقص 4 3 هنا. لاحظ هما الإحداثيتان برزا في الشكل، هما بلون أخضر، أفصول ناقص 4 والأرتوب 3. الآن ننشئ المتجهة التي سنمثلها بسهم ينطلق من أصل المعلم ليصل إلى هذه النقطة. إذن هذه هي المتجهة V، واضح؟ الآن نمشي المتجهة A.
قيل لنا أن المتجه A تساوي مجموع المتجهتين U و V. عندنا المتجه U وعندنا المتجه V. هناك طريقتان، إما نعوض المتجه U بقيمتها والمتجه V بقيمتها فنحصل على إحداثيتين نقطة A، أو لا يمكننا نجاوب على عملية الجمع متجهتين هندسيا. وكنا شفنا كيف نجمع متجهتين هندسيا. إذن عندنا المتجه U وعندنا المتجه V، للحصول على مجموعهما نقوم كأننا نريد أن ننشئ متوازي الأضلاع بهذه الكيفية التي سأقوم بها الآن هكذا. هذه طريقة بسيطة لإنشاء مجموع متجهتين. إذن حصلنا على النقطة التي تقاطع فيها القوسان، الآن نحصل على المتجهة التي تمثل مجموع المتجهتين U و V، هي هذه التي أصلها O وتصل إلى هذه النقطة، هذه هي المتجهة A. واضح؟ نواصل. الآن سننشئ المتجه B التي تساوي 2 في المتجه U زائد المتجهة V. حتى هنا عندنا طريقتين، يمكننا نعوض المتجه U بقيمتها اللي عندنا في المعطيات والمتجه V بقيمتها، فنكتب المتجه B باستعمال المتجهتين E و G، ومن ثم سنحصل على إحداثيتي المتجه B، ثم ننشئ النقطة التي إحداثيتها نفس إحداثيتي المتجهة B كما قمنا بذلك بالنسبة للمتجهتين U و V. وكاين طريقة أخرى هندسية هي اللي غادي نقوم بها الآن. إذن سأمثل ضعف المتجه U، يعني المتجه U مرسومة في الشكل ها هي، الآن سنمثل ضعفها. إذن غادي نمددو نصف المستقيم الذي ينطلق من هذه النقطة ويمر من هذه النقطة الأخرى، هي اللي غنشيرها، نصف مستقيم أصله هذه النقطة ويمر من هذه النقطة، ثم نأخذ البركة لتمثيل ضعف هذه المتجهة. إذن واحد، اثنان. إذن المتجهة اللي غادي نرسم الآن هي غادي نرسمها بعد اللون، تمثل ضعف المتجه U، هيا غادي نكتبها هنا 2 U. إذا الآن سنحسب 2 U زائد V، نقرب لك الشكل تشوفه مزيان، 2 U زائد V. طريقة إنشاء مجموع متجهتين نعرفها، نقوم كأننا نريد أن ننشئ متوازي الأضلاع بهذه الكيفية. هكذا والآن حصلنا على النقطة التي نريد هي هذه، ثم ننشئ المتجهة التي أصلها O، نأخذ لها شي لون آخر بحال هذا اللون، التي أصلها O وتمر من هذه النقطة. إذن هذه هي المتجهة B. الآن سوف نتعرف على إحداثيات أو إحداثيتي كل من المتجهات U و V و A و B. نبدأ بالمتجهة U. عندنا المتجه U تساوي 2 E ناقص 3 G. إذن إحداثيتي المتجهة U هما ماذا؟ نعم، إحداثيتي المتجه U هما 2 وناقص 3. بالنسبة للمتجهة U الهاية عندنا نفس الشكل، أمرها سهل، إحداثيتيها هما 2 وناقص 3. وإحداثيتي المتجهة V أيضا أمرها بسيط، المتجهة V تساوي ناقص 4 E زائد 3 في المتجهة G، إذن إحداثيتيها هما ناقص 4 و 3.
الأفصول ناقص 4 والأرتوب 3. تبقين؟ يلا نكتب ذلك ثم نمر بعد ذلك إلى المتجهتين A و B. عندنا المتجه U تساوي ناقص 4 في المتجه I زائد 3 في المتجه G. إذن إحداثيتي المتجه U هما ناقص 4 و 3. هنا أعتذر، المتجه U تساوي 2 I ناقص 3 G. إذن إحداثيتي I هما 2 وناقص 3. والمتجه V تساوي ناقص 4 في المتجه I زائد 3 في المتجه G. إذن إحداثيتي المتجه V هما ناقص 4 و 3. قمت بخلط إحداثيتي المتجه U مع إحداثيتي المتجه V. أعتذر لذلك. ولدينا المتجه A تساوي مجموع المتجهتين U و V. إذن المتجه A تساوي، ثم نعوض المتجه U راهي عندنا الفوق هي 2 I ناقص 3 G، والمتجه V هي ناقص 4 I زائد 3 G، أي المتجه A تساوي 2 في المتجه I زائد ناقص 4 في المتجه I تساوي ناقص 2 في المتجه I، وناقص 3 G زائد 3 G تساوي المتجهة المنعدمة أو زائد 0 في المتجهة G. إذن ما هما إحداثيتي المتجهة A؟ نعم، هما ناقص 2 و 0. نشوفوا في الشكل هل فعلا هذا الأمر يتجاوب مع ما قمنا به قبل لحظات في الشكل. إذن كما ترى في الشكل، انظر جيدا، المتجهة A هي عندنا هنا، أفصولها هو ناقص 2، ها هو الأفصول، وأرتبها هو 0. إذن فعلا العمل الهندسي يتجاوب مع العمل الجبري الذي أنجزناه. نواصل. المتجه B تساوي 2 في المتجه U زائد المتجه V. نشوف المتجه U راهي عندنا الفوق، إحداثيتيها هما 2 وناقص 3 أو تساوي 2 I ناقص 3 G، راهي عندنا الفوق. غادي نعوضها، هي 2 I، 2 عامل ل 2 I ناقص 3 G زائد المتجه V. نشوف المتجه V راهي مكتوبة الفوق، ناقص 4 I زائد 3 G، ناقص 4 I زائد 3 G. إذن فقط هنا عوضنا المتجه U بقيمتها، هاي المتجه U عوضناها بقيمتها، ثم عوضنا المتجه V بقيمتها اللي هي هذه، واضح؟ ثم نبسط الكتابة. اثنان في اثنان اي اي اربعة اي، اثنان في ناقص ثلاثة جي اي ناقص ستة جي، زائد ناقص اربعة اي زائد ثلاثة جي او ثلاثة في المتجه جي. اذا المتجه بي تساوي اربعة في المتجه اي زائد ناقص اربعة في المتجه اي تساوي صفر في المتجه اي أو المتجهة المنعدمة. ناقص 6 جي زائد 3 جي هي ناقص 3 جي، ومنه فإن إحداثيتي المتجه B هما 0 وناقص 3. نشوف الشكل هل هذا الأمر الذي توصلنا إليه ينسجم مع ما لدينا في الشكل. إذن لاحظ معي المتجهة B هي هذه، أفصولها منعدم هو صفر، وأرتبها هو العدد ناقص 3. إذن العمل الهندسي يتفق مع العمل الجبري. نمشي للسؤال الأخير لنحدد إحداثيتي المتجهة W، وأعطي لنا المتجهة W ناقص المتجهة E تساوي المتجهة U ناقص 2 في المتجهة V.
وكما تعلم أن المتجه U تساوي 2E ناقص 3G والمتجه V تساوي ناقص 4E زائد 3G. إذن ما هي الخطوة التالية؟ نعم، سنعوض المتجه U بقيمتها والمتجه V بقيمتها. تصل الكتابة، إذن كما سترى هذا المتجه U غادي نعوضها ب 2E ناقص 3G. ها هي، ناقص 2 في المتجه V، المتجه V ها هي هذا المتجه V عندنا هي ناقص 4i زائد 3g. ها هي، اي ثم نبسط هذه الكتابة، المتجه W تساوي اذا ناقص اي غادي نديوها للطرف الثاني، تصير اي متجه اي زائد 2 اي ناقص 3 جي، ثم ننشر ناقص 2 في ناقص 4 اي اي زائد 8 اي، وناقص 2 في 3 جي هي ناقص 6 جي. ياك متبع معايا الان مزيان؟ الان العناصر التي تحتوي على المتجه اي سنبسطها، هي غادي نعزلها، عندنا هنا المتجه اي وعندنا هنا 2 اي وعندنا هنا 8 اي، 1 اي زائد 2 اي اي 3 اي، و 3 اي زائد 8 اي اي 11 اي، 11 في المتجه اي، ناقص 3 جي ناقص 6 جي هي ناقص فعلا ناقص 9 جي. اذا ما هما احداثيتي المتجه دبليو؟ نعم، احداثيتي المتجه دبليو هما 11 و ناقص 9. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.